اليوم وفي ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ترتفع حصيلة الشهداء في ظل أيضا استمرار عمليات الانتشال التي تقوم بها طواقم الدفاع المدني. هنا في وسط قطاع غزة تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 2 من الشهداء من أسفل منزل يعود لعائلة الخطيب بعد أن قصفته الطائرات الحربية في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس. وبطبيعة الحال بارتقاء الشهيدين ترتفع حصيلة الشهداء استهداف هذا المنزل، إضافة لمنزل آخر يعود لعائلة اللوح في تلك المنطقة، ل47 شهيدا فقط خلال ال24 ساعة الماضية الذين وصلوا هنا لمستشفى الشهداء الأقصى، في ظل استمرار أيضا عمليات الانتشال التي تقوم بها طواقم الدفاع المدني. هذا الصباح يعني استفاقت وسط القطاع على غارات إسرائيلية وقصف مدفعي متواصل تقوم به الدبابات الإسرائيلية والطائرات الحربية على أراض زراعية ومنازل للمواطنين. شرق دير البلح كان هناك غارة إسرائيلية قبل دقائق معدودة من الآن استهدفت أرض زراعية مجاورة للمناطق الشرقية لمستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد. طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين باتجاه هذه الأرض الزراعية وأحدثت دمار وصوت انفجار قوي جدا، إضافة لغارة إسرائيلية أخرى على المنطقة الشرقية لمنطقة المغازي وسط القطاع استهدفت أحد المنازل الفارغة. لربما هناك إصابات لكن لم تصل حتى هذه اللحظة هنا لمستشفى شهداء الأقصى. أما المناطق الغربية والشرقية للنصيرات منذ أمس تحديدا والاحتلال الإسرائيلي يكثف من الغارات الإسرائيلية والقصف المتواصل على تلك المنطقة، يقصف مباني وينسف مباني في منطقتي المغراقة والزهراء، ولم يبقى بالحقيقة أي منزل يعني قد سلم من الغارات الإسرائيلية، سواء دمر وسوي بالأرض أو قصف بشكل مباشر بالمدفعية التي تقصف المناطق الغربية والشرقية للمغراقة وكذلك المناطق المحادية للزهراء، تزامنا أيضا مع عمليات تقدم للدبابات الإسرائيلية في منطقة المغراقة والاشتباكات التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة. سجل خلال الساعات الأخيرة من الليلة الماضية وفجر هذا اليوم إطلاق عدد من قذائف الهاون والصواريخ باتجاه المستوطنات المحادية لوسط قطاع غزة تحديدا المناطق الشرقية لمخيم البريج، وكذلك تحشدات وتجمعات للجيش والجنود داخل منطقة نتسريم، تزامنا كما تحدثت مع الاشتباكات التي تخوضها المقاومة في المحور الغربي لنتسريم وكذلك المنطقة الشرقية أو الجنوبية الشرقية لمحور حي الزيتون تحديدا مناطق شمال قرية وادي غزة جحر الديك ما بين هلالين، ويسمع أصوات انفجارات واشتباكات تقوم بها المقاومة وكذلك تشتبك مع القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. طائرات المروحية أيضا تدخل الأجواء وتطلق النار باتجاه مناطق شرقية، تطلق النار باتجاه محيط نتسريم وكذلك في محيط منطقة حي الزيتون، هذا الحي الذي يشهد منذ 3 أيام اشتباكات عنيفة جدا وقوية وكذلك ضارية ما بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة مؤخرا قامت بتفجير عدة منازل تحصنت بها قوات إسرائيلية خاصة وكذلك أوقعت عدد من المصابين والقتلى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لعمليات التوغل التي تقوم بها الدبابات الإسرائيلية في مناطق شمالية لقطاع غزة تحديدا منطقة جباليا، حيث وصول عدد من الدبابات الإسرائيلية لمنطقة المقبرة الشرقية لجباليا انطلاقا من موقع ومعبر إيرز شمال القطاع، وقد توغلت في تلك المنطقة. هناك اشتباكات قوية وقصف مدفعي أيضا متواصل تقوم بها الدبابات الإسرائيلية في محيط منطقة معسكر جباليا ومنطقة تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا، فيما وصل أيضا عدد من المصابين لمستشفى كمال عدوان المستشفى الوحيد الذي يعمل شمال قطاع غزة، ومن المتوقع أيضا أن يتوقف بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل هذه المستشفى وكذلك تشغيل الأقسام الداخلية به. هذا ما تتحدث به طواقم وزارة الصحة الفلسطينية في ظل العجز الكبير للمنظومة الصحية وفي ظل أيضا إغلاق المعابر قبل الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على معبري رفح وكرم أبو سالم. من المتوقع اليوم أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال معبر كرم أبو سالم عن 60 معتقلا قد تم اعتقالهم من مناطق متفرقة من مدينة غزة، وقد أعلن في ساعات متأخرة من الليلة الماضية عن الإفراج عن هؤلاء الأسرى من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. إذن محمود اللوح من دير البلح، شكرا لك.